يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله، وفي رواية أنها قالت بعد السبع: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا، وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل، فجعلت أم إسماعيل تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا من طريق كذا، فنزلوا. ماله لرواية اشتذا أرلا سر قصي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقال هاجري خزاني وإسماعيل كري كبب تشوشي تازل دايق بوا شير خوري رضيعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خزاني أمن على بچوكي خوي جهج لمكة. هاجر دواي حوجار يعني الأشواط السبع بين الصفا والمروة لحوتميان جوي لدنجك بوتي بابرومو بزانم من على كم شيء كات حالي من على كم شيء بله. فإذا هي بصوت جوي لدنجك بو وتي أغث إن كان عندك خير وتي أي أو دنجي كده نازانم تشيت ولا تشويت كجويد لمنه فريامان كوا كخير تيادا كخيرك لا فريامان كوا بيسمان بنانا بيسمان بآوا بتنهاي ليرة بله. فإذا جبريلو تما شاكرت أو دنجتش ملائكتك ملكشش أو ملكشش أو ملائكته جبريل عليه الصلاة والسلام بباجنبي خريكة بيري زمزم هل دقنت كان يك هل دقنه بوشي بو أوي آوي لبيت. فانبثق الماء آوك هل قلي آوي زمزم هات دروا دايش إسماعيل يعني سري سرما شوق بو يكسر دستي كربتي أويش زياتر هل يكنت انجا اگر لقرابة پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام أو بخوي بي هل كندن بخوي لدروا دبو درويش لبريم. والحاصل آوكي خوار دو ودائم من علكي يعني شيري دائم من علكي دوائي و جبريل بي فرمو لا تخاف الضيعة يعني لا تياتشون بهيلاتشون ما ترسى أن تضيعوا لو ما ترسى بوشي لو ما ترسى فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. في آلم شويني تويلي استاليرا مالي خوايا كعبة ليرة دروز دكري كوراكيتو باوشي دروز تي دكن أم كورات لقل باوشي ليرة بيت دروز دكن كعبة دروز دكن سيري أم هوالا من علي استابتشوكا دايكا كشي شيرين يبي داتي ما ترسيتي أتشوني هي للايكا ولا يشتريشو مجدي چي بيدري مجدي اوي بيدري أليرة مالك دروز دكري بيت الله دبيت قبلي همو مسلمانان ام کرایتو لگل باوچی درستی دکه یعنی کرایتو گورش ده بیت سلامتیش ده بیت خواهی گورش ریزی لیدنه باوچی ده گرته ولی به یک و کعبش درست دکن خمد نبه بو ان الله لا يضيع اهله لا يضيع اهله خواهی گور کسی که اهلی خواب زایر ناداد جا ده فرمه بیت برز بو
يعني وكو تبول كيك بوشي الكلافة وشدهات بولا داد روي بولا داد روي دي برد أو قلو خولي لقال خوي دي برد بوي بيت ببرزي مايوا دي قد نتائج تاج درقاي كعبة شونا درقاي كعبة برزة لبرزية ملا فرموه. قال فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوهم امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم تفرمي بمشي واسي استا بيري زمزم كراوا بيركا دركوت اوي زمزمش طعام وطعم وشراب وشرب اوي زمزم هم لبري خواردنيش دور دبيني هم لبري او خواردنوش يعني انسان بس اوي زمزم بخواته اگر هيج نانيج نخوا دجيت بي ان شاء الله خواي گوراوي بوناردن باشا دفرمي دواي اوا رفقيق لجرهموا يعني عشيرة قبيلة جرهم فرمي وكو قافليك هاتن تيبرين بونا ودا تماشاين كير فرأوا طائرا عائفا بنيان لأسمان بالندا ديودا چي ليك شوين دا سورة توا بيك شوين دا عادتي بالندا وايا چوي آوي ليبه لي دورناك يوتا بوي لأسمان دا قريبو خيو ني چير دا قريتو دوائي دا چي آوكا دخواتوا وتيان او بالندا يكا لو شوين ديودا چي لسر او شونه که بیری زمزمی لیا اوان لدور او بینیان و تیان اکید لوشتی که او دانیه که باب چین هاتن هندی چین وفدی چین هات لقاف لکا امو اسماعیلی ام بینی و تیان ایمش حزدکین بین ایره لو او بخوینوا لیره نشتا جیبین امو اسماعیل و تی بمرجک او نابن خاونی بیرکا نابن خاونی اوکا و تیان باش قبول مانا خود خاوني آوكي ديان داتي بس نبنا خاوني دواي ريلم بقرن هاتنو لوين اشتجيبونو و أمو إسماعيل زورد الخوش بو آنست بهم يعني حزي لأونس بو حزي لأوبوكا تيكاليها بي كسيكا بي آو دانيكا بي تاوالي هات إسماعيل قوربو بو بقنج انجا لناو خويان داك تيكيان هل بجاردو دان با إسماعيل جني ليان هنا استا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دقريتوا ككركي جني هناوا بلا ما هاجر ماوا يا هاجر وفاتي كردوا لا فرمودي تردا هاتوا كذا فرمي مانغانه دهاتوا خوي پردگار بو اسان دكرا ورگاي بتو انا مانغانه بيتوا ورگاي دورا بلا ام ابراهيم چون هاتوا الله اعلم وام جاري اخير كديتوا اسماعيل جني هناوا ليله ده الله اعلم هاجرنا ماوا باب زانين بله. قال فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاء من أحد قالت نعم جاءني شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم جاريان كديتوا بسرداني خزانكي تماشا ذكا هاجر وفاتي كردوا عليه السلام
وإسماعيل الجني هنا بلام إسماعيل لمالنية بس خزانكي لماله سلامي كردو برسياري كري كوا إسماعيل وتي إسماعيل شو تدروا بو راو شو بو إيش شو برسياري اللي كرت حالتان شونا وضعتان شونا دسيكر بسكالا كردن دسيكر بسكالا كردن وضع من باجنية إير خوجنية وكو بيويست رزق روزي مانية أم بولا بول كردنو نوزنوز كردنو نا قناعتيا عادتي زورك لآفرتانا بنا بخوا إيه طو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأم قساني ليبيست فرمي كإسماعيل هات والسلام ليبكا وبيبلي با عتبي درقاكا بقورد يعني تشارتشوي درقاكي بقورد بقورد أو كناية لجن يعني جنكي بقورد بس جنتي ناقة جن لو قصيتي ناقة إسماعيل كهات وهستي بشتكر ميوانك هات بيت وتهجروا يداو دواي منو تيبالي بياوك هات بياوكي بتمنات سلامي كرت برسياري توي كرت وتم لدروا إلى مالنية برسياري حال ماني كرت من جبون باز كرت والا حال مان خوش نية إمكانية مان باج نية لا جرانيو برسيتي داين وتي وصيتي كردي بهيش وصيتي مني كر بهيش تي بالي وصي بي وتم سلامي أوت بي بجينمو شوارتشيوي درجاكشي بقوره تيو باوكم بوا هاتوا كتوي بيني وسكالا ونوزنوز دكي فرماني بمن كردوا طلاق الدم الحقي بأهلك برو مالي باوكت طو أو آفرتا نابت معي خير وبركة لمال دا كقناعتي النية أبد قناع عندي آفرة دواء قناعتي النية قد سيري أوناك جير خوي كاكا فلان مال كرة نيو أون دي توي النية كرة ربعي تي أوي توي النية الحمد لله هل صاوين لخو رزق مان هيا روزي مان هيا بشي أمرو مان هيا سلامتين شوين كيت يايدا دانيشتوين هي جمانا نابينت آه فلان مالشي هي ويترشي هي قناعتي نيوادك أو بياوي سراحد لخوينك تال جيان دا بس هول دا داوكاريا كان خزاني جيب جيكا بويا فرمي الحقي بأهلكي فرمو من وصيتي باوكما برو مالي باوكت تو توم نايو طلاقي دا آية دروس دا باوك أمر بكروكي بكا بطلاق داني جنكي كا بيويستي كرت حالتي أو بالي دروس دا ایا پیوسته کور بقسی باو چیبکا بل پیوسته بقسی باو چیبکا ک باو ک کله سر مصلحتی او بو تیگشتوبو بلم جار و انا باو ک یا دایک هیچ له هیچ نا زانید هر له خو یو ژ کورکه جنی چی باشینا ولا طلاق ده من حزم پینیه ای بو باب بو حزم پینیه هلا کی چی تا وانا کی چی نقصان کی چی هیچ عیبینی او بدلینی مثلا او نابد ای بزانین او داد نشی به بجن نه اسماعيل بياوي كي نجيبة يكسر همان عشيرة كشنكي طلاق دا كشكي يعني طلاق دا يستاك شيء كي تريد الدنيا باب زانين جياني لقل أو تشون دا بيه قال فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده ودخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهمتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله قال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل جني هنا وإسماعيل عليه الصلاة والسلام فإبراهيم ما يوم ويك ديسان جاري دواك ودنها توتوا استاك قرايا ودواي ما ويك
ديسان إسماعيل كوري لمالنيا و خزانك إلى ماله وسلامي كردو برسياري حاله ووضعياني كرد حالتان شونا وضعتان شونا. فقالت نحن بخير وسعة، الحمد لله لخير داي، الحمد لله خواهي رزق روزي ببخشيوين. إخو همان حالتي بيشورشة، أما أفرتت شون دروانتا أو نازو نعمتا أو بيشورش شون ديروانيا أو نازو نعمتا. هر بياوك هر جنك لدنيا دا سيري سروي خويكا أويك أو نعمتي خوابي بخشيو بكمي دزاني. هر بياوك يا أفرتك لدنيا دا سيري جير خويكا نعمتكانيك أو تياي دا بزوري دزاني. يق وضعة يق مالا يق بياوة يق خانوة جنية كم وتيمال زول أنا راح تيدا هرجيان مانية استاجني دوم دلتي نحن في خير وسعة إما لخير داين إما لفراواني داين لرحمة إخوة داين زور باشا الحمد لله باشا. وأثنت على الله سباس إخوائك الأخوة بزياد به شكر بو إخوة حمد بو إخوة إخوة نعمة إخوي رشدو بسر ماندا رأي إخوارنا كتان چيه خوارد من گوشت دیارا راوی کردو اسماعیل گوشت خوارد نوتان او ابراهیم علیه الصلاة والسلام فرموی خوای گوره برکت بخاتا گوشت و آوکتانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لتعلیلی اودا فرموی اوان لو کاتدا یعنی اویان هبو و حبیان نبو گن مجویان نبو جن موجونه بول اوقات ده لبه. اگر جن میشیان هب و او ابراهیم دعای اوشی بوده کردن خواه برکت بخاطر جن مکشیان و باش. فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقاه. اما بو طب نبوي باشا اما قاعده چی طب نبويه پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم بويداناين بلان پيش ببير كرنويا فرموی گوشت و آو که اسماعیل و جنکی بس گوشت و آوی انده خوار فرموی هر کسی جیانی بس دستر گوشت خواردن و آو خواردنو به او بوی باجنی و خراب با صحتی الا بو چه نبه الا فرموی بغیری مکه فهما لا يخلو عليهما احد بغیر مکه الا لم يوافقاه باجنی لقلب نایتو طبع و مزاج تیک داده صحت تیک داده کی تو بس چی بیت بس گوشت و آو بیت بس گوشت و آو بوی فرمی اگر گنم هب وایا دعای اوشی بوده کردن که وقتا بونی گنم یعنی جو اوشتانه که پیخوره که لگل گوشت لگل اویتر یا خو برنجه یا هرچی هیا یعنی نعمتکانی خواه متنوع بن باشتر نگه انسان اقتصار بکات سر یک جور خواردن. به هر حال فرموی إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرمي كميرد كت جرايا وبيع وكت جرايا والسلام يلبك بيبل با شوارشي ويدرجا كي به الله توا با به الله توا دس كارينا كات إبراهيم جرايا عليه الصلاة والسلام فرمي هيك كساتو بمال ما نمره تيبل بيع وشي بتمني جوان هات أمره وزور وصفي كرت زور وصفي كرت دي قد عفرتي باش نجزاني أو باوشي إبراهيم باوشي إسماعيل بلان پیاوی چی بینیو وصفی دکات وصفی چاکی دکات باشا دل پسیاری لیکردم آفرتی و آهی که خزوری بچه تمالی دو آهره من در رویشت دست دکا با بولا بولا پیاوی که خوی اره امت چی همو رجده تمال من تحملی ناکم حز ناکم ببینینی اما اره رزای زور گرانا هنی آفرت آوه پیاوی کشی بداخه و بس پیاونیه لگر رزم دا لی قبول دک اجی نجنک بیار رزی برام بر دایکو باوقت که با خوافل سگ نهند، هیچ نهند، هیچ نه به حق دایکو باوق لبیر کی برای کی من قبول مکه خیزاند لو بابت به کبیر رزی برام بر دایکو باوقت که قبولی مکه. به هر حال دفتر می پرسیاری لیا کردم سبارت بچیان من الحمدلله و تم زور باشین فرمی وصیتی به چی پیک کردی تی ولله سلامی لیا کردی تی و تی تی چوارچی وی درگاه کی به حاله تو تی دیو باوقم بود تو لو امتحان درچید تو عتبی درگاه کیت، با من دلیت باوکم کتب به المولای خم لیت رازیه، آو منجدتی المولای درازیم. مال.
قال ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي رواية قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مل ما ويش يتر إبراهيم لشام نقرأي أبو مكة دعيك قرأي و إسماعيل كريبيني خريجي تير تشاكردنا تیرو کوان تیره کی چاک دکرد لجیر درختی چی گوره دانشتوه خریچ سیبرکی خریچی چاکردنی تیرو کوانه تیره کی چاک دکات ماش فلما رآه قام الیه کباو چی بینی هل صاو برو پیری و چو فصنع کما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالدی که یکتریان بینی یعنی باورشیان دی یکتر داو یعنی باو ککر ببین یکتر ببینین دوائی ما وی چی زور لیک دور کوت نو چی اکن اكيد باوش دیکتر دن باوکا لکورکای کورکا دستی باو چی ماز دکا اوا اوا انکرت انجا ابراهیم علیه الصلاه والسلام فرموی ای اسماعیل پروردگارم امری چی پیکردوم اوش فرموی ای باوکا چه امری چی پیکردو جی بجیکا فرموی یارمتیم ددی فرموی بالا یارمتی ددم فرموی پروردگارم امری پیکردم آلیر مالک دروس کم یعنی کعبه دروستی کم و اشاره الى اکمه مرتفعه على ما حولها انا تپول کی نمانوت شوینی کعبه برز بو کلا فود هات بولا و بولای برزایک دا درویشت او تپول که هر مایه و هر مایه و فرمیله سر آلیر من مالک دروس کم خانو یک دروس کم دبیت قبلی مسلمانان بله فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره وابراهيم يبني اسماعيل بردي ديناو ابراهيمش دروستي ذكر ديواركي دادنا بيكو دروستي عندكن تاولي هاد استا ديواركان برزبون دستي اناي جاته ابراهيم بردي شي هنا اسماعيل بردي شي هنا بداين ابو باوچي بويبچيت السر او بردا انجا بردي تري بداته دايبني او بيدوتري مقامي شي ابراهيم مقامي ابراهيم ها استا لا دوري كعبه شوشي شي خرهيا لنا او شوشي ادا بردكه شويني هردو بي ابراهيمي للسلام شويني هردو بي ابراهيمي للسلام او بردبو كذا شو سري بودروس كردني كعبه كسنتي شل دواي او لدواي او لفشت او دواي كطواف دكي حجار لفشت مقام ابراهيم شوين وستاني ابراهيم لفشت دوي تشيب كيت نويش بكيت طبعا او برده لوي نبوا او برده لتنيش كعبه بو ككعبه اندروز ذكر دچو سري شو نست امرو برميليكو سكلوشتي وادادنن او كات او بردبوا بله اللي قال خوي سوراندو يتيو بي تشوت السروه بار حال استاد الخراوه تو اللي قال او ده او اي شخير وقوريده كان بيت الله بيت الحرام واجل الاخوه ده بارانو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اي بيرورد قال لما قبول كي توبي سري تو زانيك دزاني ما وكاردكين بله بما ام قصه يشكو تايبي هات والحمد لله بله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في ذكر صالح وقوله تعالى: كذب أصحاب الحجر المرسلين الآيات. ماله استباسي بيغمبري تشيتر لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام كيجبريتي لصالح صالح كخواي قربو ثمود ناردي أصحاب الحجر يعني أصحاب منازل ثمود فرمي كذب أصحاب الحجر المرسلين أو أنشك خلتي يعني او شوينبون
ثمود يكان أو أنش بيغمبران ين بدرو دانا بيغمبركي خويا ين بدرو دانا كصالح بو عليه الصلاة والسلام باب زين قصي صالح حديث بيغمبري خواتي لسراتوا عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. بل فرموي أويك وشتركي سربري أهم معجزة كي صالح بيغمبر تشيبو عليه الصلاة والسلام وتيان شون بزانين تو بيغمبري فرمو لو بردا وشتريك ما بو داوال اخوابك وشتريك دروز بيت والحاصل داواي كردو خواي قروج وشتركي ناردو خلقك مسلمان بونو ايمانيان بينا وخلقاني شي شهر يا خيبون اوشي امر تشاي خويان بيني انجا وشتركي صالح وشتريكي قوربو ولا وري زوري دويست خوارني زوري دويست اوي زوري دويست وديان بخواو درينا يعني بابتي وشتركي صالح بكوشين او زياني بوشتركان يمش غياندوا اتشني نصيحتي كنتن او كار نكن ولا تمسوها بسوء نتن ازيتي بدن دس دريجيب كان سر وشتركه كشي انتدب لها رجل ذو عز ومنع في قومه كابي زمعه شي نهض لها انتدب لها شي هستاوتي من سري دبرم بياويك لناوياندا خاوني د صلاتو خاوني بشتو بنابو منع خلكانك عشيرتي شي بشتوانيان لذكر فرميوكو أبو زمعة يعني تشبيهي كربو بلى أبو زمعة أسودي كريم الطالبة دو رواياته رواياتك دلال الروجي بدر دا بكافري مردوة جبريل عليه السلام ورقيك اللي دا بس قلائك بلك أويش دا كشتي لناو قومكي دا خاوني عزتو دا صلاتو أوابو بلام لناو مشركين دا أو أسودي كريم الطالب دلين هر وكو چون عاقر الناقة خاوني دا صلاة و پشت و پنابو بهمان شو أبو زمعش خواهي قولا كشتي لوكو اتمان لروجي بدر و بكافري هنده الشي دلنا مسلمان بو الله أعلم ماله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في رواية أرض ثمود الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وفي رواية وأن يعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة وفي رواية أمرنا بإلقاء الطعام وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل ملا. ابن عمر دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك قيشت أرضي قيشت حجر كشوية شوية نوناو شي ثمودة لا غزوي تبوك كقرايوا فرماني بيكردنوتي ليرا لو بيروشتي ايره هيچي ليما خونوا واويشي ليما هلمين جنو هلي جرن لشوينيشتر بي خونوا وازلي بين ايره شوينك اخواي غورا غزوي لقوم او شوينك قلتو كاتي خوي كقومي تشيبون قولي قومي صالح بيغمبر بون عليه الصلاه والسلام وتي اني بيغمبري خو والله اما او كمان هنا هويرش مان بيشيلاو و آیش من لی خوارد و تو ای چیپ کن بو خوارد نوش آمان هی نوا فرمی او هویری که بو آواشیل دروا فریدن لریوایتی تر دا بیدنه چه بیدنه وشترکانتن و او آواش که هل تانین جاو کوتان کرد و تو خزن تان کرد و آیش هر بدن ناقو وشترکانتن بو خوتن لی مخونو لی مخونوا اما چیت پیدلا براکم آوت پیدلا که قومك اخواي غورا غضب لي قرتبن توتي كلاويان نكيت ولا قليان نبيت حتى شوينك اشيان لوي غضب اخوا بسريد داباره تجاي خدي خوي مله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في ذكر يوسف وأيوب عليهما السلام وقال سيدو بيغمبري ترك تشيوشينا يوسف عليه الصلاة والسلام وأيوب عليه الصلاة والسلام ملا. وقوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
يعني لا قصة بسرهات يوسف برا كان دا چي هيا أدلة عبرة بوچه بو للسائلين اواني كبرسيار دا كان سبارد با قدرتي خواه وحكمتي خواه اواني برسياري اخبارو دنگوباسي يوسف دا كان بسرهات يوسف لبسرهاتك دا آيات ومعجزات زور قوريت دا فعلا قصة يوسف زور عجيبة وانيا زور عجيبة فرمي آيات للسائلين يعني شتي زور بلقوا معجزة زور يتدا بو كسي كبرسيار لهوال ينبكا وحزكا فير بيت وبلقش يتدا لسر نبوتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام چون چونك جولكا هاتن برسياري اويان كبرسياري صورتي يعني قصة يوسف ينكر خواهي پردگار داي بزاند او صورتي دا بزاندو پیغمبری خواه وابجوانی به تفصیلی وی باز کردن سریا سرما بو یعنی چی اهم وردکاریه و تا دقتن دعوتی و صورت یوسف که دخمن نوا زور وردکاری باز کرده ای اوان پرسیاری چی کرد و کمیان لپیغمبر که سبارت به یوسف علیه الصلاه و السلام و قصه و بسرات یوسف که چی خواهی گوره بوی ده بزن به تفصیل به وردکاری تواو او که تک رای کرد و لپشت ورا رای کشا و منالا که چی و تو آفرت کن چون دستی خویم بریندار کرد ای اما بلگه لزروی که محمد علیه الصلاه و السلام رسول خواهی که واتا آیات دالات على وحدانية الله من جهة وعلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى ملا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته ملا أبو هريرة فرميت برسيار لبيغمري خواكرة عليه الصلاة والسلام چه برستريني خلقا فرمي أو كسب برستريني خلقا كلهمو كسب تقواترا كواتا درجه رزداريتي مروفا كان لاي خوا بستراوتو بتقوى داريان چنك تقوى دار بيونده برسي لاي خوا دتواني درجه بو خود داني لاي خواي گورا اها طلبي زيرك كاتك والامي برسياري ما مستاد داتو لامتحان ديتو درو بو خوي ضرب تقسيمك دكا دلي من اها اونده دينم لواني اشتكم ترشتك زياتر بيوني دزانت دلي اونده دينم من منو تو دتوانین درجه ریزمان لای خوای گور دانین دتوانی ک سیری ناختو سیری تقوا کت کی ک فعلا کس یک بی لغیب لخوا د ترسیت کس یک بی شرم لخوا د کی کس یک بی خوای گور به گورو مزن دادنی چو رایالی فرمانی د کی پابندی سنت پیشوا کی پیشوای امه اسلامی ک محمد علیه الصلاه والسلام والله درجه زور برز بو خود دابنه لا اخواتو برزي لا اخوا برزي بو لا اخوا خوشويستي چون دزاني بل دزانم ببلغي قرآن فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ورشوين پیغمبر كوا ظاهرا وباطنا نقب الظاهر باطنا نيش انجاب زانا چون خواه يورتو يخوش دابنه ملا فرمويان اي پیغمبر اخوا ايما پرسياري اود لناكين بعام برسياري أعمال اللي ناكين أعمال چه باشترين كسا نا إيش من بونيا برسياري أشخاص اللي ذاكين لا نسألك عن الأوصاف وإنما نسألك عن الأعيان والأشخاص باش چه كسيك باشترا فرمي فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله وتدي وكو شخص باشترين كاس برسترين كاس يوسفي پیغمبر كوري يعقوب پیغمبر كوري اسحاق پیغمبر كوري خليل الرحمن پیغمبر كابراهيم عليه الصلاه والسلام سبحان الله سر راي اوي او سلسله مباركه هي پیغمبري كوري پیغمبري كوري پیغمبري كوري پیغمبر عليه الصلاه والسلام سر راي اوش كه خوي خاوني او هم صفات جواني وبو سر راي اوش كه
يوسف بو بچي لأخير دا بو بملكي چي عادل خازيني چي عادلش لولا تكدا كخلچي لنبوني ولقراني رزقار كرد وولاتي با عدل بري وبرد انجا دواي اوا فرموي قالوا ليس انا هذا نسألك نا برسياري اوشد لناكين وكو اشخاص شخصا كان وكو مثلا عشيرة كان افخاذ كان چي چي والحاصل قال فعن معادن العرب تسألوني برسياري معادن اصلي عرب من لذا كان يعني الناس معادن بل خلق وكو معدن واع معدن اكيا زيرة هي زيوة مادة يجتر هي مسة وانيا مادة يجتر هي والحاصل شتي يجترا فرمي خلق ايش آوانا لخير وشر دا خلق آوانا هي لخير دا زيرة هي زيوة هي فافونة هي تنكية هي الجنقاوية الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا خير تريني خلق لجاهلية دا هل أو كسا خير تريني شل إسلام دا يعني كدرجبيت مسلمان يعني بياوك لسردمي جاهلية دا بياوكي نجيبة شكو من دا خاوان الصفات جوانا بلام جاري مسلمان نيا بلام لناو قومكي خويدا أو لسري سروايا يعني أو شايتي بودن كاك والله نجيب ترين كسمان فلانا كسا استهموا ينبون مسلمان إلا نهم مسلمان يتيش دادي سهر أو نجيبة عمر رزاق خواي قوري لي بيش إسلام عمر بو أي كبوبة مسلمان أو جا عمر بوبة دو جار عمر هم عمريتي أصل كي كتخاوني چه أصل يكون نجابتك چه صفاتك وهم إذا فقه كالدين اشتاقيشتو لإسلام اشتاقيشتو علم اشفيربو أو نور على نور بويا كمال إنسان أن يجتمع لهم شرف النسب مع شرف العلم أن يجتمع شرف النسب مع شرف العلم أمدو أنا كوب ابنوا أما نور على نور نور على نور بويا دي قد يا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني قرنجيب نخبة داوة نخبة خلق بمعنى معنوية همو يوكو يقنية همو يوكو يقنية كسانا كي نخبن تايبتن هالبجاردن فيش تقرنجي بو نخبه بدريد شكو امانا دبنا كساني خاون بريار ومؤثر وكاريقر لنا وكوملقادا كاتيك ما مصلا طلبه هيو درشي بيدلتو اللي قتاب خانيك لزانكويك يا لمزقوتك دليني يق آزنين هيا انا بخوا حفتا صالي تربخويني هر صفرة بو خودی خو استفاده دکه اما کاریګری لنا کوملګه د ابي نیتی دیار ام کس اونده قابلیتی اونده طالما نه امیان ماشاءالله کاریګری هيا جولای هيا جواز اما بو یا د بیگرنجی به وین نخبه زیاتر بدی نکاتی خود لګل کس صرف کیکا هم کاته کس صرف کیج بر همیشی نابه دوای اوا کواته تیګیشتین برای مسلمان بس اسلام کافینی با فقه لقلبت بفقها وتو دبي تخيار اوشك اخوي يولد فرمي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات انسان بدوش تبرز دبيته بايمان وبعلم بايمان وبفقه تو بلا ايمان داري او زور كسي شي باش ايمان داري وخاوني علم جبي اوا لخدمه قران لخدمه فرمودي بيغمبر دا بنشي عليه الصلاه والسلام ورحلي بوبكيتو فيري بي استاتو دبيته كسي شي خير داري غور لا اخوي غور ان شاء الله تعالى حديث دوائي قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته بله فرموي عليه الصلاة والسلام رحمة إخوال لوط به يعني بوخوي پناهی که زور به هزی هبو کانه اوی الى رکن شدید او پناه به هزه که هیتی چیه؟ او پال پشت به هزه که هیتی؟ رب العالمین جل جلاله کچی لگل اوجده فرموی چی؟ اگر بیتو من پناهی که به هز و پشتیوانی که به هز مهبه ما بستی لخلق ده لعشیره تکده یعنی لو ده دو معنی لیورده جیره معنی اک تأیید معنی اک لوم و عتاب
مانع عتابك يعني شون لوط بأجادة بيلويك يأوي إلى ركن شديد يا ركن شديد كأخوي جوري لقليتي ما أنا كيتر أويك هذا فرمي أجر هاتبه وعشيرتك وقوتك من القلب وأيستا كما جوكو أسباب مادي أو باش دبو بو أويك أو خلكاني كاتك ميواني هاتن لوط عليه الصلاة والسلام ملائكة كانت نيد زاني ملائكة قوم فاسدة فاحشة كي هاتن لبش درجة ولا درجة عند دا زاني ومانا ميواني نيرت هي ميواني نيرينت هي بياوت هي تسليم مانيكا بو فاحشة لقل كردن إن جاله يوتي أجر من قوم ركنيش شديد مهبوه بلام دي قد استا دي مدح يوسف دك عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته فرمي أونديك يوسف لسجن دا ما يوا أوند من لسجن دا ما بامو إن جال الآن ملكه نرّاوك به بلو دعوتك وراء دروا من دمود بسر شاو ديم دروا كشي يوسف وتينا نعم دروا جاره تام قضية إجلان بيته من نعم دروا يعني زور صابر بو عليه الصلاة والسلام طبعا أما مدحي شي جورية فضيلتي شي جورية بوشي بو يوسف عليه الصلاة والسلام مل قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى فقال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك ملا دفرمي عليه الصلاة والسلام لكاتك دا أيوب خويد شوري بروتي طبعا خوشوري نوروايا خر عليه رجل جراد من ذهب يعني يكومل تي أوه كله بلام لزير بسري دا باري تستيكر بجي وكو كرنوي كوين كاتوا أما ملكي كي باشا لا أسمانا أتوخو ملكي كزني باكوي كمو رزق أخوة قولنا أردو يدي فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى فردقار بانجي كرت أي أيوب أما امتحان بو أو اندام مالنا داويتي بيبي ويستد كم محتاجي أويدي أستا أوا ببالا كويدا كيتوا أي أيوب فقال بلا يا رب تبالا أي فردقار والله مال الداومي بيبي ويستم لي لكن لا غنى لي عن بركتك بلام قد بي في ويز نابم لبركتي تو دائما تا بركتي خوت من بسر دابرجي اما هر حز دكينو بيمان خوشا بلى يعني استغناء من نية بي في ويز نابين لرحمة وبركتي تو بلى اماش باسي شيبو ايوب عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ذكر موسى عليه السلام باسي موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس وأنا أشبه ولدي إبراهيم به ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك ملا دفرمي عليه الصلاة والسلام لو شويك إسراء ومعراج بيكرا موسى بيني عليه الصلاة والسلام شكلي چون بو رجل ضرب رجل بياوي چي لاواس يعني قوشتي زور نبو ضرب يعني رجل يعني قجي آلوز نبو قجلول نبو سهل الشعر ليس بجعده يعني قجي آلوز نبو بلوسيد هات بخواروا كأنه من رجال شنوءة هل قبلي لبياواني شو بيت شنوءة شنوءة منطقة كاليمن قبيلة كاليمن لخلشي أويدتشو موسى عليه الصلاة والسلام أي عسام شون بيني ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة يعني بياويتي ربعة وتا تشوارشاني شي نزور دريج نزور كرت بالي أحمر يعني سوربو نك سوري سور
چی پیدلن اشقر سورسپی سورسپی بله كأنما خرج من ديماس كبينيم كأنما إستا لحمام هاتو تدروا ها إنسان كاتك لحمام خوي درشاد مشاعي سورده بتوا أوا وأنا أشبه ولد إبراهيم به فرمي من لهمو من على كاني نوكاني إبراهيم زياتر بإبراهيم دتشم ثم أتيت بإناءين فرمي جا دو قاب دو جام دو برداغ ينبو هنام چي تيادابو ليكي چيان شير ليكي چيان خمر عرق وتيان كاميان دخويته وبيخو أول شيء يسرع معراس دفر من شيء لكم خواردوا كشيء لكم هل بجاردو خواردوا وتيان تواو تول سر فطرت موافقي فطرت ذكرت فطرت يعني خواي جورا توي وادرز كده باق بيد أجر عرقكت هل بجاردوا خوار باتوا أمتك هذا موي بلو جمرائي دروي هموي أول رج كيان دبو بلام توش تباق كت هل بجارد ماله صلى الله عليكم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد تقدم حديث موسى مع الخضر في الإيمان ملي. نفرمت صلاة سلامي خواهي قولي للسربية خلطي روجي قيامت لهوش خواهي عندتشن يسعقون ومن يكم كسيك دبن بهوش خوم ديموا لرواية تردى يكم كسيك دبن كا كاتك إنسان لناو قور دا دخوين ريت طواو دواي او كدين داروا دفرمي يكم كسك قبري لسر دكريتو ينشق عنه القبر فرمي من يكم كسم تنشق عنه الأرض بلام يكم كزنية كبهوش خوي هاتوتو يكم كزنية يكم كز موسى عليه الصلاة والسلام بلام يعني إفاقشتك انشقاق الأرض عنه شيء آخر ودوش تجاوزا بويدا فرمي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصعقة الطوري فرمي صلى الله عليه وسلم يقول السربي كتشاو دك مو بوش خوب ديمو تبينم او موسى بهوش خوش هاتو تو دستي با پايي چي قاچي چي عرشي خوي گورو گرتوا نازانم پيش من بخبر هاتو تو يا جوزي بي صعقه الطوري يعني هاكاتك فرمي اريني انظر اليك اي خوي گورا بابد بينم انجا صاعقه گرتی لهوش خویچو اهره لهوش خوشت شو نه بو استا هیچی تری بسر نه هاتو لیرا یان پیژمن به بهوش خو هاتو تو صوابک او پیغمبر خو علی صوصم پیژموی له قبر هاتو ته درو بلهم موسی او ته پیژوی پیغمبر بهوش خو بیتو و ابوا و تفضیل پیغمبرک بسر پیغمبر چی له جزئیه دا التفضيل في الجزئيه لا يلزم منه التفضيل على الاطلاق معنوني بكلي او بيغمبره لا بيجو بيغمبره لا سرو بيغمبره لا تفضيل الجزئي لا يستلزم منه تفضيل الكلي او اقامن ليبي يعني بون منات ما شادكي لبوارك دا كسيك لبيج ديان كسي بياو تشاكا لبوارك دا كواتنا كري بلين چونك لو بوار دا لبيج بياو تشاكاني تري كواتا اولها ميان تشاكتر لا لبوار دا لبواركاني تري لديان بواري تري دا لواني هميان لو تشاكتر بن مال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في براءة موسى عليه الصلاة والسلام من العيوب واصطفائه ووفاته. براءة موسى من العيوب واصطفائه ووفاته أما باب تابو من باسي چي دكات موسى عيب دار نبو وكو بنو إسرائيل ادعايا دكرت وباق بو لاششي جوان بو انجا هلب جاردين للاين خوا انجا وفاتكشي استابو من باس دكات ماله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما آفة وإما أدره. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا بموسى، فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. پروردگار ويستي پاچيتي و تواويتي و سلامتيتي موسى درخا. موسى عليه الصلاة والسلام زور پياويكي بشر مبحيابو، يعني لش شوية نقبون من بو ملك كردن بون من بو خوشورينك قد نيديش كس پيستي شي ببيني اوان ده شرم دكرت شرم بخوب زور اي خلقاني چيش او هلايان قوستو وتيان إلا كردواري دل اما استموية چي تدايا إلا أم بابا تسري چي تدايا إلا موسى عيبية چي هي يا بالا چي هي پيستكي ناشيرينا يا اويا عيب نبي چون دلي خلل لعورتي داهيا النفو في الخصيتين أدرى أويا قوري يا شتي چي واهي أجينا بوتي موسى لكاتي ملكر ذن كاتي خوشورين كاس بيستي نابيني يعني تي روجي كان موسى دبيني كاسي لينيا دا تيتا سرابك بو ملكر ذن بو خوشورين جلكاني لسر بردك دادني هلا من دي خوشة تيتا ناو آوكو بردك ويتا ري دروا جلكاني موسى دبا استاكا دبيني موسى جلكاني برد بردي هاواردك ثوبي حجر ثوبي حجر أي يا حجر أي برد جلكانم جلكانم بردك جلكانم ما بابو شوي دي بي او امري خواي قوري استا فردقاش تيجي دي بي بردك دروات بجلكاني موسى عليه الصلاة والسلام ببيش او كوملا جولكي دا دروا كتومت ياند دا يبال موسى موساج اقايل وني خلق دانيشتوا لتاوي جلكاني خوي رادك اقايل وني خلقك دي بيني استا تا جوان خلقك بيني والله موسى عيبيني بيش تيجي جوان وريكو بيكو تواو هيجي ني عيبيني انجا بردك واستاوج لكاين اللي برك دوا تو مهمتك كوت ايها اما تشيت بيدله براكم اوت بيدله اي مسلمان بقشتي واي داعي وبان خواس اي طالب علم شون جرينجي بلايني علمي ولايني ديني كدديت جرينجيش بلايني كسايتي وشخصيته جلوبرغو لا شي خد بدكك دي قد إخواي جورا ديفيد دري خاموسا بعيبة ناكل توبلي ولا من دعوة دك موبايل أم كرة خوا جمعنا كي أوايو وشروا على كي لا يشي شرب وتوزور ولا يشي لسره ويبشتين كي حلو شاو يخ كي أوا خوار بتو ولا من خلق فيري ركوب يشي دك ميتو خود ركوب يجني خلق فيري شي دكيد بويا بروتجار ديفيد موسى ركا موسى ريتي موسى وتعيتي موسى درخات داعبة كامل به قلبا وقالبا إن الله جميل يحب الجمال إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا آية جلكم جوان بي ريكو بيك بي بيلا وكم بياغو باك بي جلكم وتو بي عيبا أنا أوزور شاك وابا دائما وابا كاك بلا منك اهتمامش بس بظاهر دي وباطن لبير كي نا هردو شيد أقال لبيت ملا أحسن الله إليكم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وتوجه لبين يمدو بيغمبر برزر ويدا عليه الصلاة والسلام آدم لقى موسى. موسى هات قليلة آدم يباو تشكرت بابا قوري همومان وتي توبو يتهو كاري اوي ايما لبهاش دربكرين هلاكي توبو هلاكي توبو كاتشو إلا درختكات خوارت بوي همومان دركراوين لبهاش. آدم فرموي أي موسى خواي قورا توي هلب جارد برسالاتي خوي بكلامي خوي قصي لقل كردو بيمو واسطة كواتا تو دبوا بزاني
اگر کسیک تاوانی کرد و دوای توبه کرد بود نیه بیلو می بکیت و سرزنشتی بکیت دقت ده اگر کسیک تاوانی چی کرد بلام هستی به تاوانک توبه کرد داویل خوشبونی لخوا کرد استا بود نیه توبه سرزنشتی بکی رخنی لی بگری بلای توبه اوت کرد کاکا من توبم کرد و بینی و بین الله کتایاتو اما لفداخ راوا توبه دی که تو توبه دی که تو بایم آدم فرمی اما چی تا ای موس ای خواهی گوره توی هل بجارده با رسالات و با کلام و تو پیغمبری تو تی دگی تو دزانید ستا چون لسرشتیگ لومی من دکی که لقدر دا خواهی گوره لسری نسیوم و منیش توبم لسری کرد پشیمان بو موا استا تو گلیم لیدکی دفرم فحج آدم و موسا قصکی آدم سرکود بسر قصکی موسا قصکی آدم حقا بوي براكم اولا لا يحتج بالقدر على المعاصي الا بعد التوبه منها كاكبون يجناكي والله ديار اخواله سرينسيم لا غلط اوا كاكبون يجد نذكرت بار استا توبت كردوا والله برا قدري خواي غرو ومن يجناكم بلا موت توبم كردوا الحمد لله نيجدكم وهلبوا اميان دروستا اميان دروستا بوي براي برسم يعني ذكر الجفاء في محل الصفاء جفاء باس كردني عيبا دوای توبه کردن لی اما عیبه اما خوی عیبه اما خوی تاوانه خوی حلایه بله احسن الله علیکم قال وعنه قال ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه صکه فرجع الى ربی فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم ماذا قال الموت قال فالان قال فسأل الله يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر ماله دفرمت ملك الموت فريشتي روح تشيشان نراب وموسى عليه الصلاة والسلام بو يروحي بتشيشه كاتي كتشوب ولاي موسى موسى يقتو قاتل دا تشاوي تشي تشويركت لفريشتي روح تشيشان دا فرجع إلى ربه فريشتي روح تشيشان ملك الموت كخلشي بيد الله عزرائيل بس حديث صحي لسرنيا بارحال گرای بولای فرمی ای پروردگارم بولای عبدی که ناردوم نایب مرد مرد نایب مرد من بود روح جشانی چوم که چی لی داوم چایی چی چور کردوم پروردگار فرموی بگرای و بولای پی بله بعد دست لسر پشتی گایگ دابنید جیر دستی جیر اول پا دستی چند موی گرتوا چند مو بابلین 10,000 مو 50,000 مو اونده سالی تری با هر مو یک سالی جی با زیاد دکین اگر دیوید چو لای پی فرمو ای موسا پرودگار واتوید اگر حس دکی دست دستر گای اگدانید چند مو چو جیر دستید اونده سالی تمند دریج دکین فرمو ای پروردگار دوائی او فرمو دوائی هر دی بمرید چارنی هر دی بمرید الموت قال فالآن دکواتا استا استا ای پرودگار بلام دعائي كر فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر تي خواي بردقار بلام قبر كم لنزيك أرض المقدسة لنزيك قدس بيت ها مسافة بردك كبردك دهاوي تاتشان دروا أو اندي لي دور بم لأرضي لقدس قبر كم أو نزيك كيتو لو بم لو شوينا بنجرم بوشي أو شوينا شويني شي مبارك إنسان وصيتك على قبرستانك بنجري كبياو تشاكي تيدا بيغمبراني تيدا عليه الصلاه والسلام بوش خلق حزدك على قباء لا قبرستاني عفوا بقيع بنجري دبرويا اي بوش داوينك لناو قدس به ريك بوش يوتي او ندم نزيك يتو بردك بيغاتي اگر لناو يبقى قبرك ديار دبو دبو بفتنه بو خلق دبو بفتنه بو خلق اما مانك فايده شي تردلن چونك خواي پروردگار كفرماني بموسى كرد اي موسى بقومك بله ادخلوا الارض المقدسه برونا ناو ارض مقدسه فلسطين جولا كانتون تيانا خلشي جباري لي كنعان يكاني لينا دمان كوجن ناتوان بشين خواي گور عقوبه دان لتي هيك سرگرداني يگ للصحراء 40 سال سورانه لو 40 سال دا موسى عليه الصلاه والسلام وفاتي كرد
يعني شرمي كربلا بمخناو بيت المقدس وبمردوي لكاتك ذا بزندوي قومك اللي قالين نشون بسننا بيت المقدس فرمي لم نزيك يتوا رمية حجر. يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.